عن لا يطول بعد لا صوت ولا صورة بين ولو مره عشان أحارب أحزاني كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسورة حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني إذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتورة أما مع كسر الخواطر صار شي ثاني إن صاحبي والنفس لك تخضع ومامورة وش لي تريده وانت أمرني وتنهاني شفني وأنا داعب بعيني نجوم منثورة أسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني